الثوب المرادن لرجال نجد. الثوب عبارة عن عدة أقسام. القسم الأولاني اللي هو يسمى البدن، قطعة مستطيلة في الأمام وفي الخلف، تجي بعرض الأكتاف وبطول البدن. وعندنا بعد كده اللي هو الكم المرادن، هو أكثر ما يميز الثوب المرادن. ليش سمى مرادن؟ لأنه هو جاي على قطعة مثلثة أو كم حريد، يصنع من قماش البفتة الأبيض القطن، يشد عليه في الوسط حزام من الجلد تركب عليه الجنبية أو قطعة السلاح أو حزام من القماش. وهذا الثوب يلبس في المناسبات وفي الرقصات الفلكلورية التي تسمى العرضة النجدية.